بكم يوم جديد، يا رب يكون يوم سعيد على حضراتكم وصباح جديد مستمرين معاكم حتى العاشرة قبل العاشرة بدقائق. النهاردة 21 سبتمبر 2021 الثلاثاء، وكالمعتاد بنكون معاكم على مدار الساعتين في كل يوم وحلقتنا من هذا الصباح موضوعات وأخبار وحوارات متنوعة. هي النهاردة هنتكلم عن موضوعين رئيسيين، هيكون معانا أحد هذه الموضوعات عن مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية اللي بيقام في القلعة، واللي بالفعل ابتدت فعالياته من يوم الأحد الماضي وبتستمر حتى 24 سبتمبر الحالي، وبيستضيف المهرجان 33 فرقة موسيقية للإنشاد الديني حول العالم، وبتستضيفه القلعة طبعا قلعة صلاح الدين زي كل عام. الحقيقة المهرجان بيأتي تحت شعار رسالة سلام إلى العالم، وأيضا بيؤكد على معنى وفكرة التحدي والصمود في ظل الظروف اللي بيعيشها العالم من سنتين تقريبا، وهي أزمة فيروس كورونا. هنتكلم معاكم بتفصيل عن هذه الدورة 14 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية في أحد حواراتنا في هذا الصباح النهاردة، بالإضافة إلى بالطبع موضوع آخر هام جدا وهو التغيرات المناخية، وده تحديدا أكيد في ضوء كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس عن التغيرات المناخية ومشاركته من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 76 حول التغيرات المناخية. هنتكلم النهاردة عن هذه الظواهر المرتبطة بالمناخ، ونتكلم عنها محليا في مصر ازاي التغيرات المناخية بالفعل بنشعر بيها وبنحس انه في تغيير في الجو عن السابق، والمستقبل القريب ماذا يحمل في التغيرات المناخية. ده هيكون موضوع اساسي ايضا معنا النهاردة في احد حواراتنا في هذا الصباح، بالاضافة الى وقفتنا الثابتة قراءة في صحف القاهرة الصادرة اليوم، وايضا اخبار الكرة والملاعب في الوقفة الرياضية، اخبار المال والاعمال في الوقفة الاقتصادية، وكل ده بنبتدي معاكم بعد ما نروح لفاصل ومجموعة من التمارين الرياضية. بعدها بنبتدي اول فقرتنا الاخبار والتقارير المتنوعة. ابقوا معنا. يا صباح الفل، مكملين النهارده في تمريننا، وعندنا تمرينات جديده النهارده. دايما يبقى عندنا فرايتي كبيره، يبقى عندنا تنوع كبير من التمرينات. الحاجات دي بنحاول نعملها علشان يبقى دايما جسمنا في حاله نشاط، وكل يوم نعمل مع بعض شويه حاجات بسيطه. الحاجات البسيطه دي مع المداومه معاها بتبقى مهمه جدا وتفرق معانا كتير جدا في صحتنا، حتى لو هي حاجه مش قويه قوي او حجمها مش كبير، مش مهم. المهم المداومه، ده هيكون اهم بكتير من اننا نكون بنعمل تمرينات تكون قويه وفعاليتها عاليه ولكن ما داومش عليها. لكن الفايده الحقيقيه بتكون من المداومه حتى لو حاجه بسيطه ومستمره على طول. اشوفكم في التمارين وان شاء الله باذن الله تستفيدوا منها.
خلصت تماريننا، ويا رب النهارده تكون كانت التمرينات مفيده، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. اول فقرتنا لهذا الصباح النهارده بنستعرض فيها مجموعه من الاخبار والتقارير المتنوعه من مصر وحول العالم. اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار نتائج مسابقات الجامعات اللي اطلقتها الوزاره بين الجامعات المصريه في مختلف المجالات. واكد الدكتور خالد عبد الغفار في كلماته خلال الاحتفاليه ان الهدف من هذه المسابقات هو تحفيز الجامعات المصريه والحرص على زياده التواصل بينها في عده مجالات تعتمد في المقام الأول على أهداف التنمية المستدامة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذه المسابقات ونتائجها في التقرير اللي جاي. سعيا لتحفيز الجامعات المصرية على التطوير والتحفيز في كافة المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020-2021، والتي شارك فيها أكثر من 17 جامعة حكومية وأهلية وخاصة. تكليف سيادة الرئيس أن يكون هناك مسابقات دائمة في قطاعات مختلفة على الجامعات المصرية من هذا التاريخ الحقيقة، وإحنا دي يمكن تاني أو تالت احتفالية بإعلان نتائج مسابقات. النهاردة إحنا بنعلن نتائج مسابقات على مستوى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية والمراكز والمعاهد البحثية في يعني مسابقات تخص قطاع التعليم والطلاب، قطاع تنمية المجتمع وخدمة البيئة، قطاعات أيضا خاصة بالتحول الرقمي. ركزت المسابقة على 7 مجالات مختلفة، منها مسابقة الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي استهدفت عمل هوية بصرية مميزة للعاصمة الإدارية بابتكارات وإبداعات طلاب الجامعات المشاركة. الاشتراك مع العاصمة الإدارية الجديدة، عملنا مسابقة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية من طلابها بمشاريع طلابها لتجميل ووضع هوية بصرية للشوارع وميادين العاصمة الإدارية الجديدة. القائمين على إنشاء جميع العاصمة الإدارية الجديدة وتجميلها بيلجأوا للطلبة اللي هم في وجهة نظري هم بيعملوا بيرسموا حياتهم. وخلال الاحتفالية تم تكريم الجامعات الفائزة في مجالات المسابقة المختلفة تقديرا لإبداعاتهم وتميزهم. المشروع بتاعنا كان عبارة عن تصميم لاندسكيب قدام حي الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة. الفكرة الرئيسية بتاعته كانت عبارة عن أننا أخذنا رمز الهيروغليفي لعين حورس. الرمز ده كان مستخدم زمان بهدف أنه هو يقيس نسب معينة proportions للأراضي. احنا تعلمنا عن طريقة برامج جديدة كمان فلها علاقة أن احنا ازاي نقدر نفهم أو يعني نقدر التراث القديم بتاعنا مصر يعني الفراعنة وكده، وازاي نقدر نطبقه مع الحاضر دلوقتي. وتعد هذه المسابقات بمثابة أداة للتحفيز والتطوير في كافة مجالات العمل الجامعية، فضلا عن تطوير أداء الطلاب وكسب الخبرات العملية لتأهيلهم لسوق العمل. خلق جيل جديد من الشباب المصري قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة، نهج جديد تتبناه الجامعات المصرية من خلال التوسع في المسابقات الطلابية بمجالاتها المختلفة للربط بين المجالات العلمية والخبرات العملية. أحمد سعد الدين، النيل. أطلقت وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام حملة بناء الوعي. وقال وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة إن الحملة تأتي في إطار الخطة القومية للمؤسسات الوطنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الوعي لدى المواطنين. خلينا نتابع أيضا مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. بناء الوعي حملة أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام بهدف تنبيه الشباب بما يحاك للوطن من مؤامرات تستهدف إنهاك الدولة والعمل على تخليص الوطن من شرور الجماعات الإرهابية. وخلال مؤتمر صحفي قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن محاور الحملة تتمثل في مواجهة الظواهر السلبية كالإدمان والانتحار والتعصب الأعمى وغيرها. احنا هنعمل على محورين، المحور الأول
تدريب الأئمة والواعظات والشباب والمثقفين. طبعا المثقفون جاهزون، لكن احنا بندرب الأئمة الشباب المثقفين شباب الأندية على التعامل مع مواقع التواصل وتفنيد الفكر المتطرف. كما ضيقنا عليهم الخناق في المساجد وفي أرض الواقع، سنضيق عليهم الفضاء الإلكتروني بإذن الله. الندوة التي شاركت فيها وزارة الشباب والرياضة أكدت على نشر مبادرة الوعي من خلال تحسين وتطوير المشاركة الوطنية في المسابقات المحلية وتوفير الخدمات الشبابية. عندنا كمان في وزارة الشباب والرياضة مش مركز شباب ونادي، احنا عندنا مراكز تنمية شبابية وعندنا منتديات شبابية وعندنا مدن شبابية ومدن رياضية في الحقيقة ومراكز تعليم مدني. دي كلها مؤسسات احنا كمان مع وزارة الأوقاف مع الأئمة والدعاء بنشارك في برامج كبيرة جدا، لكن هنكبرها عشان نحدد الظواهر المجتمعية، الانتحار، الطلاق، الإدمان. رئيس المجلس الأعلى للإعلام حذر في كلمته من مخاطر الجماعات المتطرفة وناشد بضرورة الالتفاف حول قيادته لقطع الطريق أمام أي محاولات لتشويه الوطن. أقصى درجات الوعي أننا نتيقظ ونطحط هذه الأفكار أولا بأول، لا نسمح للشائعات اللي بتنخر في عظام الوطن أنها تنتشر. يعني في فترة من الفترات يقول لك لماذا تبني مصر المساجد والمسجد الكبير؟ ده من ضمن الأشياء ويشوه وعي الناس بمثل هذه الأفكار. تستمر الحملة 3 أشهر مستهدفة نشر الوعي بين طوائف المجتمع لبناء الدولة الوطنية ومؤسساتها بعيدا عن التعصب والعنف والأفكار المغلوطة. إذن هي حملة جاءت لتلعب دور المنقذ للشباب من سموم الأفكار الهدامة، وتستهدف في نفس الوقت النهوض بالإنسان المصري علميا ودينيا وثقافيا واجتماعيا. محمد الخطيب، النيل. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلية وأيضا التصدير. جاء ذلك خلال المشاركة في فعاليات افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بشركة قها للصناعات الغذائية بحضور وزيري التموين والزراعة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. افتتاح لأكبر مركز لمعامل تطوير وسلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية. 5 أدوار في هذا المركز تحمل بين جدرانها استراتيجية جديدة للمصريين لا تبتعد عن تناول غذاء آمن للكل. ففي هذا المكان انتشرت المعامل لتحليل الطعام قبل طرحه بالأسواق، بل أن الأمر يتعدى ذلك بتحليل تربة الزراعة إن لزم الأمر. يشمل على كافة أنواع المعامل اللازمة لعمل التحاليل لسلامة الغذاء. الافتتاح الذي شهده وزير التموين باعتباره أحد المراكز البحثية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية يحوي بداخله أحدث الأجهزة التي صممت بأحدث المواصفات القياسية لذلك الأمر. النهاردة احنا كمان بندرس ان احنا نعمل مركز زي ده زي ما ذكر دكتور حسين، احتياج البلاد لمركز آخر. احنا مع تطوير شركات الزيوت وهيبقى في عندنا مصنع ان شاء الله في سوهاج، هندرس ان نطلع مركز تاني مماثل ان شاء الله في منطقة سوهاج او اسيوط. فالباحث بين اروقة هذا المكان لا يرى الا اجهزة قد صممت لقياس سلامة الغذاء على مساحة تتعدى 3000 متر. العاملون به قد دربوا لذلك طبقا للمواصفات العالمية. عدد الفحوص اللي بتعمل فيه حوالي 1000 فحص عينات يوميا، يعني انا اقدر اعمل كمية غير طبيعية. لكن احنا بنعتمد هنا في الانتشار على اللوجيستيك، ان احنا بنحصل على العينات المطلوب فحصها وبتيجي في نفس اليوم بتتحلل وبتروح النتيجة بتاعتها تاني يوم. ولأن الهدف هو الوصول بغذاء آمن للمصريين، فإن القدرة التحليلية لتلك المعامل تصل إلى 1000 تحليلة تتنوع ما بين المبيدات والبكتيريا وغيرها من التحاليل الأخرى. تحليل كيميائي، تحليل مايكروبيولوجي، تحليل عناصر ثقيلة في المياه والأغذية. احنا بس مش بنهتم بتحليل الغذاء، لا، احنا بنهتم بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الغذاء أو المشرفة على السلسلة الغذائية ابتداء من المياه والتربة حتى المنتج الغذائي اللي يكون صالح للاستخدام للمواطن المصري. وباعتباري أن الأمر هدفنا، فإن القادم أفضل لتوفير غذاء آمن للمصريين طبقا لما هو مخطط بحسب المسؤولين. بإنشاء هذا الصرح تكون الدولة قد نجحت في توفير غذاء آمن للمصريين.
فخلف هذه الجدران يتم تحليل أكثر من 1000 عينة يوميا للتأكد من مطابقتها للمواصفات. رمضان شحاتة، النيل. الأديب الكبير راحل فارس الكلمة صلاح عبد الصبور بيمر على وفاته 40 سنة، وبهذه المناسبة بتقيم وزارة الثقافة يعني احتفاء بالذكرى 40 لوفاته، وده من خلال مؤتمر دعا فيه المشاركون إلى تحقيق ونشر مخطوطات الشاعر الراحل في ذكرى وفاته 40. خلينا نتابع مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بمناسبة مرور 40 عاما على راحل الشاعر والأديب صلاح عبد الصبور، نظم المجلس الأعلى للثقافة مؤتمرا صحفيا بعنوان صلاح عبد الصبور فارس الكلمة. هذا التكريم شرف لينا جميعا كمثقفين وكمصريين وكفنانين، وهو زي ما أنا شرحت الحقيقة في الكلمة إن هذا تقليد الحقيقة إحنا يعني بدأناه، وبالفعل إن شاء الله هنستثمره، وده حرص من الدولة المصرية طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس بتكريم رموزها وتعريف رموزها للأجيال الجديدة. يقام المؤتمر بمشاركة عدد كبير من المفكرين والنقاد والفنانين العرب. هو شاعر إنساني عالمي معروف، يكفي أنه ابتدأ من يعني من لا شيء، اهتم كثيرا بالقضايا الإنسانية، اهتم كثيرا بالشعر المسرحي، هذا شيء جميل جدا جدا. مؤلفا مسرحيا وصوتا وطنيا ورجلا من رجال بناة الثقافة الناعمة المصرية، اتجاه عظيم جميل. وأن يقول اليوم مر 40 عاما على رحيل هذا الرجل وتبقى 40 وآلاف السنين. يأتي المؤتمر كبداية لعدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والتي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة المتعددة على مدار العام، تخليدا لاسم المبدع والمفكر الراحل الكبير صلاح عبد الصبور في الذكرى 40 على رحيله. 40 عاما مرت على رحيل فارس الكلمة صلاح عبد الصبور، لكن ما زالت أعماله علامة بارزة في تاريخ الثقافة المصرية والعربية. منذر أبو دوح، النيل. أنشدت فرق من خلفيات دينية مختلفة على نفس المسرح في القاهرة خلال مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية اللي بتقام دورته 14 وسط جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي. بدأ المهرجان السبت الماضي ويقام في قاعة مفتوحة بقلعة صلاح الدين في القاهرة. بيرجع تاريخ القلعة إلى طبعا الألفية الأولى وبتضم مسجد محمد علي. بتجمع عروض المهرجان بين الأناشيد والترانيم الإسلامية والمسيحية في تقاليد مختلفة بأوركسترا واحد. والمهرجان بيقدم للعالم أجمع رسالة سلام وتسامح وتآلف بين جميع أطياف الشعوب. وبيستمر المهرجان في عدة مواقع أخرى بأنحاء القاهرة حتى 25 سبتمبر الجاري. طبعا زي ما كنت بقول في المقدمة، بالفعل هنتناول بالتفصيل مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية في أحد حواراتنا النهاردة في هذا الصباح. بنروح معاكم يعني التغيرات المناخية، والحقيقة العالم مش كله أكيد بيشهد فصل الصيف دلوقتي، في أماكن أخرى في العالم بتشهد ثلوج. تنافس أكثر من 400 شخص في سباق الجري الثلجي داخل منطقة التزلج على الجليد في دبي، وتحدى المتسابقون المنحدرات الباردة التي تبلغ درجة حرارتها 4 تحت الصفر. درجات الحرارة في الخارج ارتفعت فوق 40 درجة مئوية في البلاد الصحراوية، ودي النسخة الثانية من المسابقة التي نظمت لأول مرة في العام الماضي. تنافس عدؤون من أكثر من 46 دولة في سباق طوله 5 كيلومترات من 5 لفات حول المضمار. وبتقول إيرين دافيت وهي جنوب إفريقية مقيمة في دبي أن السباق يشجع على المشاركة في أنشطة أخرى، لذا أصبحت السباقات الدولية أكثر احتمالا، فمن كان يعتقد أنه يمكنك إجراء سباق في دبي على الجليد، انطلق السباق لرجال ونساء فوق سن 16 سنة.
طبعا السباق للجري على الجليد بيحاكي الأماكن اللي بالفعل بيكون فيها ثلوج وجليد حول العالم. انضمت النساء إلى إدارة الإطفاء في مدينة إسطنبول التركية كعاملات إطفاء، وذلك لأول مرة في تاريخ الإدارة الطويل، حيث أنهت 37 امرأة تدريب امتد لأشهر لتصبحن أول عاملات إطفاء في إسطنبول جاهزات لهذه المهمة. وستعملن في الميدان لأول مرة في تاريخ إدارة مطاف إسطنبول الممتد منذ 307 أعوام. وتلقت النساء 560 ساعة من التدريب مع نظرائهن من الرجال كجزء من برنامج التدريب الأساسي لعمال الإطفاء. في حفل التخرج أصبحت النساء رسميا جزء من إدارة الإطفاء بالمدينة مع 170 من زملاء العمل الرجال. وخلال الحفل اختبرت الموظفات الجدد مهارتهن خلال المسابقات الرياضية المختلفة، واحتلت جيدا جيريك إحدى عاملات الإطفاء الجدد المركز الأول في أحد السباقات مع فريقها. وقالت جيريك أنها لاحظت بانتظام نظرات الدهشة على وجوه بعض الأشخاص عندما رأوا امرأة في إدارة الإطفاء، وأقرت بأن هناك تحديات تواجه المرأة في هذه الوظيفة لكنها ما تزال متفائلة. كانت عملية التوظيف بدأت في فبراير الماضي، وتم تخصيص 50 مقعد من أصل 250 للمرشحات النساء، ومن بين أكثر من 1150 متقدم تم تصنيف 38 امرأة على أنهن مؤهلات للوظيفة. وكانت هذه الخطوة أحدث جهود بلدية منطقة إسطنبول لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة. يعني المرأة بتحتل جميع المجالات الآن، حتى أصعبها وأقساها في الظروف واللي كانت بتقتصر فقط على الرجال. عازف بيانو قام بتحويل مركب صغير إلى مكان لعرض موسيقي ليتمكن كل محبي الموسيقى من الاستمتاع بالمناظر الخلابة وأيضا الموسيقى الساحرة في الجداول المائية في لندن. واستمتع رواد المركب العائم بمختارات من موسيقى بيتهوفن وشومان، وتم تنظيم 5 رحلات وما زالت أيضا الحجوزات مستمرة. وعبر الرواد عن السعادة بهذا الحفل الصغير لأنه بيشعرهم بالخصوصية أكثر من الحفلات الموسيقية في الصالات الكبيرة. كده مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية أول فقراتنا في هذا الصباح، أخبار وتقارير متنوعة من مصر وحول العالم، وبنكون وصلنا لمحطتنا الرياضية الوقفة الرياضية بعد الفاصل مع محمد عاطف، بعدها بنبتدي قراءة في صحف القاهرة الصادرة اليوم مع شهاب شعلان. ابقوا معنا.